مباشرة من جنيف، من ملعب جنيف في سويسرا. سنذهب مباشرة وبسرعة للزميل الحفيظ دراجي. الجزائر هدف، رومانيا هدف، لا تذهبوا بعيدا. ولكن
الكسندر ماكسيم، ترجع له ماكسيم مرة ثانية في محاولة لترشيط اللعب، يلعبها للشيريشاس، ماكسيم الكرة عرضية من هناك على الجهة اليسرى، مهدي مصطفى فوق هذه المرة بالراس، يخرجها مباشرة للتماس. العرقلة كانت واضحة على مجيد بوغرا، ياسين كادامورو مباشرة لغلام، في اللعب ياسين كادامورو في اللعب المهاري الفني يلعب كرة رائعة جدا في الخلف، لكن كمدافع أوسط الأمر يتطلب ميكانيزمات ويتطلب تعود على اللعب في هذا المركز. نعم هذا كان في التحديش وهذا الكلام الذي لم يلعب كثير، لم يلعب تماما وشهر يناير، تاني المشكلة كان هذا هو الهاجس بالنسبة للتشكيلة الجزائرية، وبعض اللاعبين لا يلعبون بانتظام في نواديهم. فوزي غلام جابو محتمد بالكرة يضيعها مرة ثانية، ثم التايدير يسترجع الكرة يلعبها مع بن طالب، ترجع للتايدير وكان مجاني، يرجع لكادامورو بدور مجيد بوغرا، يطلبها مهدي مصطفى، وصلته مهدي مصطفى يطلبها سفيان فغولي، يعيد الكرة هذه تدخل في التماس، لأن سفيان فغولي لم تصله الكرة تماما. فغولي الآن يرجع في الوسط ناحية كعب مجاني، يلعب على الجهة اليسرى لفوزي غلام، فوزي غلام مع نبيل بن طلب، فوزي غلام يبحث عن جابو، وصل الكرة رجعت لفوزي، يوزعها فوزي، ممتازة كرة ممتازة، سفيان فغولي كاد يلحقها بيسرى، توزيعات غلام رائعة، كعب مجاني يسترجع الكرة هذه، يواصل كار هيدا منه مجاني، تسديدة والدفاع غلام. عبد المؤمن جابو يضيع هذه الكره
نبيل بطالة بالرأس، مازالت كرة رومانية في مساحة ضيقة تخرج كما ينبغي، وانطلق عن طريق نيكوليتا في أول كرة يلعبها مع ماكسيم. الحكم دخلت قوية مليحة، وتبقى ماريكا انطلق في هجمة ومعاكسة سريعة جدا بسرعة فائقة. ماريكا ترجع للمرة الثانية والتغطية من سفير تايدير، ماريكا يرجع للخلف لصالح اللاعب ماكسيم ألكسندر. كرة صعبة لصالح المنتخب الروماني، هاي المراوغة عن طريق بورسيانو يلعب على الجهة اليمنى المرة الثانية لنيكوليتا. تغطية دفاعية هنا من أمام عبد المؤمن جابو، إخرج الكرة للتماس. كيف يفكر حتى يدخل في الميدان؟ مباراة مهمة، مش عارف
الثاني على جهه الاسماعيلي فوزي الاولى. سفير طيدان يبحث عن ملاعب امام ماكسيم لاعب سفير غير ممتازه يلعب على سفير قبولي كاد بن طالب يسجل ثنائيه تاريخيه بالنسبه اليه المراوغه الاولى امام سفير طيدان بالسهوله. سفير قبولي طلبها بالعمق ووصلته. اوي رائعه اللعبه الثلاثيه. بن طالب يفوت على نفسه هاي فرصة إضافة هدف ثاني لصالح المنتخب الجزائري. 19 سنة في عمره نبيل بن طالب. مباراة الفتح الثالثة مباراة الأبطال كاملة لعب شوط وهذا المباراة الثالثة. تستعرض الكرة في وسط الميدان لصالح بورسيانو. ماريكا استرجعها بورسيانو مرة ثانية يلعب لنوكاليت نيكوليتا ترجع للخلف الثنائي غريغوري وكذلك جمان. الكرة في الأرجل الرومانية والتغطية أمام ياسين كادامورو. لصالح نيكوليتا وسط ميدان نادي نونت. صعود المدافع دراغوس غريغوري. نيكوليتا يرفع كرة بعيدة تماما في القائمة الثاني خلف المدافعين. كرة هكذا كم هي صعبة على المدافعين. وانطلق بينهم عكس عن طريق هذا المهم جابو زاد في السرعة طبعا سليمان جابو يبحث عن السوداني بالخروج من الكرة. السوداني مقارنة بالشوط الأول. نيكوليتا يخرج ماريكا يلعب نيكوليتا على الجهة اليمنى لشيريشاس. شيريشاس مرة ثانية ناحية رفيق طناس ترجع لشيريشاس. طناس من العمق عنده الكرة. بورسيانو تقريبا المدرب بايدا لوزيج بحط فريقه في الوضعية نتاع المباراة الأولى يعني أمام بلجيكا. الجزائريون من دون شك سينتظرون منتخب بلجيكا في بداية المباراة على الأقل. يريد أن يرى تنظيمهم، يريد أن يرى تجمعهم في الخلف واقترابهم من بعضهم البعض لتفويت اللعب الهجومي أو لتفويت الفرص المنافس التي قد تتيح له بفعل المهارات الفردية والجماعية التي يتمتع بها مثلا منتخب بلجيكا واللي بين بأنها أفضل بكثير من المنتخب الجزائري. جابوا على الجهة اليسرى احتفظ بالكرة كرة خارج التماس. الحكم يقول لصالح منتخب رومانيا. نفذ التماس في وسط الميدان. تناس ونيكوليتا. شيريشاس يخرج بالكرة يلعبها لنيكوليتا. بورسيانو نيكوليتا الآن مع شيبسي مسجل هدف التعادل. يلعبها من هناك مع فلوران تناس. شوف الكرة البينية قصيرة جدا رائعة جدا لعناصر المنتخب الروماني.
فغولي. 20 دقيقة لعبنا مشاهدي الأفضل. فغولي الآن يرجع للخلف لسفير طيدار. سفير طيدار في الوسط يلعب لنبيل بن طالب أو كان مجاني عفوا غلام كان مجاني لمجيد بوقرة. ترجع للياسين كادامورو كان مجاني مرة أخرى. الكرة تمشي فوزي غلام. فوزي غلام جابو كان به تعب جابو هاي المرة محتفظ بالكرة جابو يرجع للخلف كان مجاني. سفير طيدار طلبها من هناك مهدي مصطفى. طيدار يلعبها في العمق جابو وطيدار كرة صعبة من المنتخب الجزائري. سفير طيدار يشكلون الخطورة اللازمة عندما تقتضي الضرورة ذلك. هلال العربي السوداني يتمكن من تسجيل هدفه 11 في مباراة رقم 20 مع منتخب الجزائر ويلحق بسليمان بإسلام سليمان 11 هدف لكل واحد. ما عبد المؤمن جابو ثم سفير طيدار في القائمة الثانية. هلال طلب الكرة مهاجم دينامو زغرب قوة اللازمة يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري. هيلة من سفير طيدار التوديعة حطها له على الطبق. هلال السوداني يمنح التفوق للمنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد. اعتراض رائع للكرة هاي الهدف. طبعا هدف اخر للمنتخب الجزائري عبد الحفيظ طصفاوت واحد من مساعدي المدرب بايد اليوزيتش. طبعا عبد الحفيظ طصفاوت اللي نذكر مشاهدي الافاضل بانه هو هداف المنتخب الجزائري في تاريخ الكرة الجزائرية ب 35 هدف سجلوا من سنة 90-2002 في 87 مباراة لعبها. طبعا نعود نطرح سؤال على هذا المناصر الذي دخل مباشرة بعد أن سجل. يعني لو نعود نشوف التصوير البطيء هلال سوداني بعد ما سجل جرى حوالي 10 أمتار لحقوا المناصر. المناصر كان دخل في نفس الخط. يعني غريب يعني لا يوجد أي تبرير أي تبرير ل بفول المناصرين رغم انه بايدا لوزيتش بين شوطي المباراة او عندما سفر حكم المباراة انهاء الشوط كان وجه نداء الى الجماهير بضرورة الالتزام اللازم خاصة في الظروف الخاصة في سويسرا لما تعرفوا لانه كانت شروط قاسية شوية على الاتحاد الجزائري لتنظيم هذه المباراة. سفير طيدار يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه بعد ما لعب ساعة لعب يخلي مكانه تغييران في نفس الوقت. عبد المؤمن جاب وخرج وخلى مكانه للاعب رياض محرز لاعب نادي ليستر الإنجليزي الصاعد إلى الدرجة الأولى. حسن يبدا كذلك اخذ مكانه في مكان سفير طيدار. حسن يبدا الذي كان قريب من المغادره من مغادره المنتخب بسبب الاصابه التي يعاني منها في نهايه المطاف. الاطباء قرروا الاحتفاظ به والمدرب بايد الوزيتش وقرروا الاستغناء عن عدلان قديورة اللي شارك في مونديال 2010. عدلان قديورة الذي ربما تغييره لناديه نوتنغهام الى كريستال بالاس لم يكن في صالحه وبالتالي لم يلعب كثيرا خلال السنه. هذا الذي انعكس عليه ونعرف قدراته وامكانياته سواء الفنيه او البدنيه لكن نقص المنافسه اثر عليه كثيرا. شفناه في مباراه امام ارمينيا كيف كان لم يكن عدلان قديورة الذي فوزي غلام على الجهة اليسرى من طرف فوزي يواصل فوزي يبحث عن رياض محرز. التغطية الدفاعية الحكم لم يقول شيئا والكرة خرجت تماس. نعم خرجت تماس في هذه اللحظات يقول حكم المباراة من فلورون تاناس. مرور 25 دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل هدفان مقابل هدف واحد. الكثير من الأشياء الإيجابية وبعض السلبيات في الشوط الأول. في الشوط الثاني دفاع المنتخب الجزائري صار أكثر تنظيما
ولم يرتكب أخطاء، ونسينا مهدي مصطفى بالخمسة أو أربع أخطاء التي ارتكبها خلال المرحلة الأولى من عمر المباراة. مهدي مصطفى الآن يلعب هناك عند اليمنى، كرة صعبة وانطلاقة من الهلال السوداني، هلال السوداني محتفظ بالكرة يبحث عن الثغرة، ما زال محتفظ بها، يستفيد من الركنية. الحكم اللي لصالح المنتخب الجزائري من مواليد 91 رياض محرز، مباراة واحدة هذه الثانية فقط. في تنفيذ الكرة يلبسها رياض محرز، مقوسها إلى ممتازة بين أحضان الحارس لوم يلتقطها، طويلة من لوم، التغطية من فوزي غلام بالراس، رياض محرز يحرق حازل يبدأ يتفوق هذه الكرة، يلعبها لرياض محرز، هايلة منه محرز، أوه في خطأ دون وقت يعني. طبعا أداء أمام أرمينيا شجعه كثيرا، تشجيعات الجماهير له أيضا شجعته كثيرا، فليلعب كما يعرف، لأن المونديال يجب أن يلعب حتى لا يندم اللاعب ولا تندم المنتخبات لأنها لم تجر على أرض اللاعب. في المخالفة لصالح فوزي غلام والمنتخب الجزائري من هناك على الجهة اليسرى من مرمى الحارس سيلفا لونغ، حارس اللي خدمه كان كوستيل بانتيليمون حارس مرمى مانشستر سيتي. فوزي غلام هل يرفعها مباشرة أم باتجاه الرفقاء؟ فوزي غلام في تربيد هذه المخالفة تضرب الجدار وتروح تماس، يسددها مباشرة ناحية المجموعة، التغطية كانت من فلورون من ألكسندر ماكسيم مهاجم نادي ساوثهامبتون الإنجليزي. ينفذ التماس، تلعب مع سوداني، ترجع لمهدي مصطفى، وكذلك حسن يبدأ مهدي مرة ثانية حتى المراوغة، الحكم يقول خطأ. يواجه ماكسيم ألكسندر، على الاحتجاج على حكم المباراة نال البطاقة الصفراء اللاعب ألكسندر ماكسيم. دائما هذه المرة رياض محرز في تنفيذ هذه المخالفة الصعبة من هناك على الجهة اليسرى من مرمى الحارس لونغ. قوتها في الكرات الثابتة بصعود كان المجاني كاد مرو ومجيد بقرة في حضور بنطلة بالكرة ممتازة والحارس يسدها، ممتازة الكرة والحارس يسدها بصعوبة، ما زالت الخطورة، دفاع منتخب رومانيا يعاني. حسن يبدأ في الوسط يرجع للخلف مباشرة مع ياسين كاد مرو على الجهة اليسرى لمن بعيدة تماما على رياض محرز، وكاد مرو في التغطية للتماس، الكرة خرجت غلام ياسين كادامورو مع مجيد بقرة يوصل له الكرة، هدفان مقابل هدف واحد. نقترب من ربع ساعة الأخير من عمر الشوط الثاني، كرة هائلة في العمق، يا حسن يبدأ يضيع الكرة هذه كانت سهلة، ثم محرز شيريشاس، محرز وشيريشاس والسوداني ثلاث لاعبين أمام لاعب واحد، لسفيان فغولو بدوره لسوداني. ترجع في وسط الميدان الرومانية الكرة مع عودة عناصر المنتخب الجزائري للدفاع في الوقت المناسب. ماريكا لم يتمكن من هذه الكرة، مضطر للخروج،
يلعبها في الوسط مع نيكوليتا. نيكوليتا على الجهة اليمنى يوصلها لماكسيم. بين الجزائريين أكثر حضور في الثنائيات وفي الصراعات ومتفوقين في الكرات. حاولت المرور والعودة من رياض محرز، يتفوق هنا من أمام ألكسندر ماكسيم، يخرجها للتماس. تغييرات أعطت شوية انتعاش للخط الأمامي للمنتخب الجزائري. شوف الإعادة مرة ثانية، سفيان فغولي. اللمسة الأولى كانت رائعة، السوداني لم يكن متسللا. حارس في جهة ولكن برجله تمكن من إخراج هذه الكرة وإنقاذ مرماه من هدف ثالث كان يمكن أن يكون قاتل للمنتخب الروماني. ربع ساعة بقات مشاهدي الأفاضل قبل نهاية المباراة، هل حدث تغيير أم ماذا؟ هنالك سوداني، نعم خرج في هذه اللحظات بعد ما فوت على نفسه فرصة إضافة هدف ثاني. يدخل في مكانه إسلام سليماني لاعب نادي سبورتينغ لشبونة. تلاحظون معي هذه الخيارات التي يملكها الناخب الجزائري في اللاعبين، طبعا بحاجة إلى المزيد من الوقت. سليماني في قبل مباراة رقم 20 عن طريق بورسيانو. بورسيانو غير تماما على الجهة اليمنى لدراغوس غريغوري وفالنسيا جامان. نيكوليتا هاي الكرة ممتازة صعبة على الجهة اليمنى لصالح المنتخب الروماني، والتغطية الدفاعية هنا من كارل المجاني يستفيد من التماس. لا، حكم يقول لرومانيا، يقول حكم المباراة لفلورنتاناس. تلعب الكرة بسرعة يساري وبوغرا يخرجها في وضع التسلل، يقول الحكم. في الخط الأمامي لمنتخب رومانيا، مهاجم نادي براغا البرتغالي. تلعب كرة لسفيان فغولي من هناك، مضطر للعودة إلى الوسط لاستلام كرة. سليماني موش بتسلل، انطلق يلحق عليها سليماني، وكذلك رياض محرز. دخل رياض محرز، سليماني يرجع للخلف تماما ناحية غلام. غلام مع بن طالب، توصل لرياض محرز، طبعا سليماني. رياض محرز هاي ممتازة خطيرة، يبدأ الكرة كانت رائعة من رياض محرز. تسترجع الجزائرية في الوسط عن طريق نبيل بن طالب، يرجع لمحرز، ثلاثية بن طالب. محرز طلبها، بن طالب محتفظ بالكرة، محاولة المرور على الجهة اليسرى، يواصل بن طالب، لم تخرج الكرة، يلعبها مع رياض محرز. رياض محرز، لا 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 لا، هاي رياض محرز دون أي عقدة تماما. وقت يبقى ساقط بورسيانو على أرضية الميدان بعد احتكاكه مع رياض محرز وكذلك مع نبيل بن طالب. أماكن ستكون غالية، جابوا رياض محرز إبراهيمي. سندخل العشر دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة هدفان لهدف واحد للجزائر أمام رومانيا. رياض محرز في القائم الأول، تغطية دفاعية
رومانية عن طريق القائد ماريكا، رجع لمساعدة رفقائه وترجع مرة ثانية حسن، يبدأ يلعب مع رياض محرز، كرة صعبة ثنائية ممتازة، با 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 خطيرة، با 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 جول. اللعبة أحسن من الهدف، اللعبة الثنائية الرائعة بين حسن يبدا ورياض محرز وإسلام سليماني، كاد يكون الهدف الثالث في كرة بينية على الطريقة الجزائرية، الثنائيات والثلاثيات بهذا الشكل من دون أي عقدة، اللاعبون يبحثون عن التألق والتميز ويلعبون براحة تامة من دون ضغط كبير جدا. شوف الثنائية رياض محرز، ثنائية مع الحسن يبدا، ترجع مرة ثانية لحسن، أوي 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 بيسرى حسن يبدا، كاد يمرر هذه الكرة على طبق أو يسدد ويسجل إثرها هدفه الأول، الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في هذه المباراة. على فكرة سبق له أن سجل هدفين حسن يبدا في مشواره مع المنتخب الجزائري. حسن يبدا يلعب اليوم مباراته رقم 25 مع المنتخب الجزائري. دخلنا العشر دقائق الأخيرة بسلام، يعني قل بسلام لأنه في نهاية المطاف الحكم خلى المباراة تكمل. كان الهاجس كبير الحكم لا يكمل المباراة. طبعا جماهير الجزائرية راضية بنسبة كبيرة جدا، قل بنسبة كبيرة طبيعي في لعبة كرة القدم، شيء طبيعي عندما يكون عادي وعفوي، ولكن يبقى وأن المنتخب الجزائري لم يصل بعد إلى المستوى الذي نتوقعه. طبعا ربما بعد سنوات، هذا لا يعني بأن المونديال سيكون فرصة ومناسبة فقط يلعب فيها المنتخب الجزائري ثلاث مباريات ويرجع. صار أن هذه القدرات الفردية الموجودة أنها لا تنفجر ولا تبدع ولا تتألق، على الأقل تلعب كما يلزم وكما كما كما تعرف اللعب وكما هي هكذا متحررة من دون أي عقدة. خرجت يا نبيل بن طالب للتماس، يقول الحكم على المباراة. تلعب الكرة في الوسط مع بورسيانو، كأنه لو نشوفوا فقط العينة تاع مصطفى مهدي في هذا الشوط الثاني لم يرتكب ولا خطأ، لأنه ولا كرة وصلت من الناحية الثانية، لأنه تم التغطية و تم التصحيح الاختلالات اللي كانت موجودة، لأنه الاختلالات في المدافع بعينه أو في الدفاع ليس بالضرورة بسبب المدافعين في حد ذاتهم، ولكن ربما بسبب لاعبي الوسط أو المهاجمين الذين لا يقومون بدورهم في مساعدة رفقائهم في الخط الخلفي. هذا لا يعني بأن مصطفى مهدي لم يرتكب أخطاء في الشوط الأول، بل بالعكس ارتكب أخطاء كلفتنا الهدف الذي سجله المنتخب الروماني. ومع ذلك يبقى وأن المنظومة الدفاعية بغض النظر عن اللاعبين، المنظومة الدفاعية في الشوط الثاني كانت أفضل، واللعب الهجومي أيضا كان حسن من خلال المبادرات التي لاحظناها خلال هذه المباراة. كرة بعيدة يا فوزي غلام، خلاها خرجت ضربة مرمى لصالح الحارس رئيس ملحي من أمام اللاعب ألكسندر ماكسيم على الصورة، 24 سنة. في وقت إبراهيم راح يدخل، وكذلك مهدي الأحسن، ثنائي يعطي الفرصة الآن للجميع. نبيل بن طالب يخرج في هذه اللحظات بعد ما سجل أول أهدافه في مشواره مع المنتخب الجزائري في ثالث مباراة له. مهدي الأحسن لاعب نادي خطافي يأخذ مكانه. وسيدخل كذلك إبراهيمي في مكان سفيان فبولي أعتقد. نعم، ياسين إبراهيمي ياخذ مكان سفيان فبولي، وهكذا كل اللاعبين قد يعتقدون بانهم عندهم حظوظ لكي يكونوا اساسيين في المباراه امام بلجيكا ويكونوا اساسيين في التشكيله الجزائريه في المونديال المقبل. هكذا بهذا الشكل بالفريق الذي لعب به المباراه الاولى، بالفريق الذي لعب به المباراه الثانيه، بالتغييرات التي حدثت في مباراه اليوم، المدرب الجزائري الوطني الجزائري يعطي الانطباع لكل اللاعبين بانكم كلكم أنا معول عليكم، كلكم يمكنكم أن تكونوا أساسيين في المونديال المقبل. طبعا بعد هذه المباراة ستكون هناك راحة لمدة يومين إلى غاية منتصف نهار السبت المقبل، حيث سيعود اللاعبون لينطلقوا من الجزائر في يوم 7 جوان إلى مدينة ساو باولو على متن طائرة خاصة.
هدفان مقابل هدف واحد. قد خمس دقائق مشاهدي الافاضل قبل نهايه اللقاء لصالح المنتخب الجزائري. غريغوري على الجهه اليمنى، شيريشيس كره صعبه للمنتخب الروماني. ياسين كادامورو قوه يتدخل هنا ويخرج الكره للتماسك والحكم المباراه. شيريشيس فاتوا الكره وخرجت، راح التماس مره اخرى. كثير من الاشياء في البلوك في المجموعه في الخط الخلفي في الشوط الثاني من دون ولا خطا تقريبا، التنظيم كان رائع جدا. نشعر بانه العمل التكتيكي المنجز بدا اللاعبون يستوعبونه، سيستوعبونه اكثر خلال العشره ايام المقبله التي تفصلنا عن او الاقل من الاسبوعين التي تفصلنا عن المباراه الاولى. رياض محرز يلعبها لحسن، يبدا يرجع مره ثانيه لمهدي الحسن، يغير تماما هناك لحياه ابراهيمي. رباعيه ممتازه، ابراهيمي عنده الكره طلبها مهدي مصطفى، وصلته هو ايضا. مهدي مصطفى مع حسن، يبدا مهدي مصطفى يرفع كره في القائمه. ثاني سليماني بالراس، كره اسلام سليماني. هلال سوداني متفوق عليك بفارق هدف يا اسلام، 11 هدف لهلال سوداني، 10 اهداف لاسلام سليماني. تسترجع عن طريق مجيد بوقره، مجيد بوقره الكره الطويله لاسلام، التغطيه الدفاعيه من شيريشيس، واسلام سليماني في خطا الدفع من الخلف. حكم المباراه يقول خطا لشيريشيس مدافع نادي توتنهام امام مهاجم سبورتينغ لشبونه في اول التجربة احترافية للاعب السابق لنادي شباب بلوزداد، واحد من أعرق الأندية الجزائرية. تلعب كرة من هناك على الجهة اليسرى لصالح المنتخب الروماني، تسترجع بسرعة. حسن يبدأ من دون خطأ لياسين إبراهيمي، ضيعها. حسن يبدأ كالمجاني، إبراهيمي مرة ثانية. مهدي مصطفى يخطئ، مهدي مصطفى يرتكب خطأ هنا من أمام اللاعب ألكسندر ماكسيم. خطأ صعب 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 هكذا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. قد ربما مهمة مهدي مصطفى في أن يكون أساسي في تشكيلة المنتخب الجزائري في المونديال ستكون صعبة، على الأقل أساسي كمدافع أيمن ستكون صعبة. كرة في المخالفة مقوصة داخلة من أمام رئيس مبولحي في تنفيذها دائما ألكسندر ماكسيم، واحد من أخطر المهاجمين في تشكيلة منتخب رومانيا. حسن الحظ المباراة وصلت إلى نهايتها. ألكسندر ماكسيم لا، كرة صعبة، وإسلام سليماني هو اللي خرجها بيسرى مباشرة ناحية ياسين إبراهيمي أو محرز عفوا. ترجع من الحارس لونج يلعبها من هناك، راس فان ريت بيسرى، عرضية بعيدة تماما. فوزي غلام بالراس ينقذ الموقف، هيلة من رياض محرز يسرى لمهدي الأحسن، ترجع لرياض. بورسيانو حتى من الناحية المعنوية الفوز بمباراتين وديتين أمام أرمينيا ورومانيا مهم جدا معنويا للاعبين. أرمينيا التي ستواجه ألمانيا في مباراة ودية، البرازيل التي واجهت بنما في مباراة ودية، طبعا لأن الكثير كان يعتقد بأن مواجهة أرمينيا ورومانيا لا يمكن أن يحضر بها المنتخب مونديال بهذا الحجم. ممكن أن يكون مواجهة البرازيل وإسبانيا غير مفيد بالنسبة لمنتخب من حجم الجزائر. عندما تلعب البرازيل أمام بنما ويلعب ألمانيا، وتلعب ألمانيا أمام أرمينيا، وتلعب الأرجنتين أمام رومانيا، فهذا يعني بأنه لا معنى كبير جدا أي نعم يجب أن يكون هناك تنويع في المنتخبات عندما تتاح الفرصة لذلك، وإن لم يكن ممكنا ذلك فهو غير ممكن. هيلة ممتازة والتوغل ثنائية ممتازة لسليماني، كانت من عند رياض محرز. سليماني لاعب نتاع الكرات الأخيرة بالدرجة الأولى، يعني اللمسة الأخيرة داخل منطقة العمليات، أما أن يشاركك في اللعب بهذا الشكل مقارنة بسليماني، كل واحد عنده قدراته ومقوماته وإمكانياته. سليماني ممكن يشارك في اللعب على الرواق، إبراهيم يشارك، فغول يشارك، محرز يشارك، أما إسلام سليماني لاعب تاع منطقة العمليات يقدر يقتنص أهداف كرات بالراس أو بالرجل، يتمكن من تسجيل الأهداف كم هي الأهداف الكثيرة التي سجلها. في وقت الفورم تنعس، يبقى ساقط على أرضية الميدان بعد تدخل من حسن، يبدأ من الخلف، كان فيه خطأ ربما حتى يستحق عليه البطاقة الصفراء لاعب نادي إيدينيس الإيطالي. حسن يبدأ، كانت له تجارب في إسبانيا وفي فرنسا وكذلك
الثواني الأخيرة من عمر الوقت الرسمي مشاهدي الأفاضل لهذا الشوط الثاني والمباراة ككل من مباراة الجزائر رومانيا الدولية الودية التحضيرية قبيل بضعة أيام من انطلاق العرس العالمي في البرازيل. الجزائر يمكن أن نقول بأنها تطمئن عشاقها وتطمئن المتتبعين بهذا الأداء وبهذا الفوز. فقط نتمنى أنه يكون الاطمئنان على مستوى الرواق الأيمن. من هناك كرة ممتازة خلاها خرجت رئيس مبولحي. نتمنى الاطمئنان يكون أكثر ويجد الحل فايدالي لوزيتش في الرواق الأيمن، خاصة في المباراة الأولى في مواجهة بلجيكا. كالمجاني أداؤه في وسط الميدان كوسط ميدان ارتكازي دفاعي وسط كل من ياسين كادامور وبوغرة أيضا ممكن يكون واحد من الحلول التي سيستعملها المدرب فايد علي لوزيتش، بينما في الأمام حلول كثيرة جدا مقارنة بالخلف. ثواني ويصفر الحكم، دخلنا الوقت بدل الضايع. مشاهدي الأفاضل في انتظار حدوث تغيير آخر. كالمجاني هذا هو يخرج لاعب نادي فالنسيان، مباراة رقم 27 سجل هدف مع منتخب الجزائر، هدف كان غالي وثمين في بوركينا فاسو في المباراة الفاصلة. رفيق حليش ياخذ مكانه في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. كرة طويلة سليماني بالراس بعيد على رياض محرز. سليماني يا سليماني يا سليماني، لم تعادل عدد الأهداف التي سجلها هلال سوداني. قلت لكم داخل منطقة العمليات في كرات يقتنصها بهذا الشكل سليماني يبقى خطير سواء بالرجل أو بالرأس. أربع دقائق من الوقت بدل الضايع، صفرها حكم المباراة. لعبنا دقيقة ونص، كرة في الوسط رومانية عن طريق طناس. فلورون طناس يوصلها لشيري شاس. فرق شاسع بين دفاع منتخب الجزائر في الشوط الأول ودفاع منتخب الجزائر في هذا الشوط الثاني. وفي الهجمات المعاكسة السريعة جدا والانطلاقات بهذا الشكل، هيلة مهدي الحسن وصلت لحسن يبدأ يلعبها لغلام. غلام يوصلها مباشرة لصالح رياض محرز. رياض محرز التوزيع با 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 با، هيلة في القائمة الثانية خطيرة ناحية ياسين إبراهيمي أمام زوج لاعبين. يخرج من المراقبة ياسين، يرجع للخلف، هيلة الكرة لصالح المنتخب الجزائري. سليماني بالرأس والكرة جانبية. سليماني بالرأس والكرة الجانبية. نحس في اللعب الجماعي للمنتخب الجزائري الكثير من النزعة والإصرار والكثير أيضا من الإبداع، يعني يقدروا يخلقوا صعوبات بفضل المهارة الفردية اللي عندهم اللاعبين. يا سليماني اختطف الكرة هنا من أمام المدافع فلاد شيريشيس ولوم في المكان المناسب. ينقض الموقف والحكم صفر قبل أن تنتهي الأربع دقائق والجماهير دخلت. طبعا صار تقليد الآن هكذا في أوروبا من عشاق المنتخب الجزائري من المقيمين في أوروبا الذين يبحثون عن الأقمصة ومعانقة اللاعبين. المهم أن النتيجة انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد على هذه صور الفرحة، ولكنها صور مؤسفة أنه يدخل المصريون أرضية الميدان. أرجو أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل بهذه المباراة، ألقاكم بخير، إلى اللقاء بإذن الله. الأخضر تفضل إليك الخط. شكرا زميل حفيظ دراجي. إذا هكذا المنتخب الجزائري يفوز، وطبعا فوز هام جدا من دون شك ولو لتحضير مباراة بلجيكا. إذا سنعيد عليكم الآن الأهداف الثلاثة. إذا المنتخب الجزائري فتح باب التسجيل عن طريق اللاعب نبيل بن طالب لاعب توتنهام بعد هذه المراوغة الأولى والثانية من اللاعب جابو هدف. إذا حرر الجزائريين نوعا ما، لكن بعد ذلك كان هدف التعادل من ألكسندر شيبسيو، وذلك بعد خطأ من المدافع مصطفى الذي كسر طبعا مصيدة التسلل في هذه اللقطة. الشوط الثاني كان أفضل بالنسبة للجزائريين، وهدف ثاني من توقيع هلال سوداني في الدقيقة 66. أيضا هناك كانت مشاركة لجابو في اللقطة وتمريرة ذكية أيضا من سفيان فغولي.